دائرة شح المياه، أزمة تعتصر الدول وسكانها واقتصاداتها، ومع تفاقمها بدأت الدول المغاربية الإعداد لمواجهتها، لا سيما مع تحذير البنك الدولي من أن دول شمال أفريقيا ستواجه نقصاً حاداً في المياه بحلول عام 2030. فكانت مشروعات تحلية مياه البحر الملاذ الآمن تونس بدأت تشييد محطات تحلية المياه المستخرجة من باطن الأرض منذ الثمانينيات، وأنشأت محطة لتحلية مياه البحر في 2018 في جزيرة جربة، لتسهم مع 15 محطة أخرى في توفير 6% من مجموع المياه الصالحة للشرب، وتنشئ حاليا محطة جديدة في الزهرات جنوبا، بينما ستدخل 3 محطات للخدمة في 2024. وتهدف تونس إلى توفير 30% من المياه للسكان بحلول عام 2030. أما الجزائر فتستغل 23 محطة لتحلية المياه لإنتاج 840 مليون متر مكعب سنوياً، وتعمل على إنشاء 14 أخرى إضافية لإنتاج 2 مليار متر مكعب في العام 2030. وفي عام 2022 تمكنت الجزائر من تزويد 18% من السكان بهذه المياه، وتعمل وفق برنامج لبلوغ نسبة 60% من مجموع عدد السكان. وأنشأت المملكة المغربية 12 محطة تحلية بطاقة إجمالية تبلغ 179 مليون و300 ألف متر مكعب سنويا، تخصص 47% منها للشرب و25% للزراعة و27% للاستخدام الصناعي، كما تخطط لإنشاء 7 محطات جديدة بنهاية 2027. وأنشأت المملكة ممراً مائياً ضخماً ينقل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق لتلبية الطلب على مستوى الرباط والدار البيضاء بتكلفة 6 مليارات درهم، واقترب من دخول الخدمة. وفي ليبيا التي نجحت في إنشاء مشروع النهر الصناعي في الثمانينات لضخ المياه من 1300 بئر من جنوب البلاد إلى شمالها، إلا أن معظم محطات تحلية المياه والمشروعات التي كانت تعدها قد توقفت. وأنشأت موريتانيا منذ سنوات مشروع أفطوط لربط العاصمة نواكشوط بنهر السنغال، وانتهت من مرحلته الأولى وتنتظر دخول المرحلة الثانية الخدمة لمضاعفة الإنتاج 3 مرات وتزويد المدن والقرى بالمياه.